السلام عليكم. مصطفى للشبكة، أكلم حضرتك. كنت عايز أسأل بس حضرتك، إذا كانت ينفع تخرج في صورة طعام لازم مال لا أو لا 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 تخرج زكاة المال في صورة طعام إلا بضوابط. من هذه الضوابط أن يكون الفقير سفيها، وإذا أخذ الأموال سينفقها في الدخان وغير ذلك من الأشياء التي لا تنفع أولاده. حينئذ سأنزل نفسي منزلة ولي السفيه وأشتري له بما يرضي الله، ولا تكون هناك عائدة علي أنا شخصيا في من أمور الدنيا إذا فعلت ذلك، يعني لا أرجو من ذلك مصلحة دنيوية. وإذا كان الفقير سفيها وكانت الأشياء أقوات، أيضا مطعومات كانت أقوات، تمام.